السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الأعشاب والنباتات الطبية East Herbs. East Herbs. هناخد النهاردة الشيلي أو الشطة. الشيلي أو الشطة. دي يا جماعة الشطة اللي بيقولوا عليها، اللي بيعملوا منها مسحوق أحمر. بيعملوا منها إيه؟ مسحوق احمر. دي عينة عندي في المكتب، عينة ستاندر، بقيس عليها اي بضاعة ممكن اشتريها من اي مورد او حاجة هتطلع للتصدير للخارج، بقيس عليها الاروماتيك كونتنتس او الفولاتايل سميل بتاعتها او الطعم التيست او الاودر بتاعتها على العينة الستاندرد ديت. تمام. دي الشيلي او الشطة بيتعمل منها مسحوق احمر من الايه، من الفلفل الحار، اللي هي الحاجة نقول دايما عليها ايه، عادية ولا حار. بتستخدم في معظم الاكلات والاطباق الشعبية، وخاصة في الايه، في الشعوب الشرقية زي مصر والهند والشام والجزيرة العربية، وبالذات الهنود. الهنود بيحبوا الحاجات الحارة كتير. تمام. وبتحتوي على العديد من خصائص المضادة للالتهابات. طبعا الناس تستغرب ازاي شطة دي اللي بتعمل التهاب. لا، الشطة فيها حاجات انتي ريتنت فاكتورز، تحتوي على حاجات مضادة للالتهابات، فاكتورز مضادة للالتهابات، وبرضو معترف بها وليها امبروفمنت في عملية الميتابوليزم، ليها امبروفمنت في عملية الميتابوليزم، او بالعربي بتسرع عملية التمثيل الغذائي، بتسرع عملية التمثيل الغذائي. يعني انا اكلت لحمة او حاجة ومعاها شطة، بتسرع عملية تفكيك البروتين الى احماض امينية او البروتين تو امينو اسيدز، والجسم يستفيد منها بسرعة. وبكده نكون خلصنا فيديو الشطة، والهدف منه طبعا ان هو نشوف عينة الشطة قبل ما تطحن. قبل ايه؟ قبل ما تطحن. تمام. خلاص، شيلي او الشطة او الفلفل الاحمر. وبكده نكون خلصنا الفيديو، واتمنى للجميع التوفيق، وانتظر فيدباك من الناس اللي بتتابعنا. ولا تنسوا كومنت ولايك وسبسكرايب، واي حد متخصص في الاعشاب والنباتات الطبيه والعطريه والتوابل، سواء في عمليه التصدير او عمليه التجاره او البيع والشراء او الشراء، سواء جمله او قطع او تصدير او توريد، يتواصل معايا. وحتى لو حد متخصص في الناحيه الكيميائيه او الناحيه الزراعيه، يتواصل معايا، وان شاء الله تحصل الاستفاده. ونقول سلام عليكم، جود باي فور نيكست فيديو.